un match d'émotion à cause des résultats. Ils ont gagné 2-0, 2-0, et nous avons fait de drôle, de 2-2. Émotion, ok, mais n'est pas un match de grande qualité. C'est comme ça. Et même nous jouons meilleur que ça avant. Vous êtes mécontent parce que vous perdez 3 points aujourd'hui? Non, nous perdons 2 points. Parce que nous avons gagné un point. Non, je ne suis pas content. C'est bon, ne perde pas contre Tétouan. Tétouan est un club qui va disputer comme nous la situation de tabelle, de tabou. Mais non, je ne suis pas content. Je suis content si je gagne. Je viens pour gagner. Je ne gagne pas, je ne suis pas content. Bon ami, c'est comme ça. Le prochain match, on va voir, n'est pas facile, mais on va voir. Maintenant, sur ce match, c'est bien, on ne perd pas, mais n'est pas pour moi. Je viens pour gagner, pas de perdu. 3 points, un point insuffisant. Vous êtes prêt pour les prochains matchs? C'est difficile, on va préparer maintenant, à partir de demain, on va préparer ce match et après, je peux parler avec vous. Maintenant, je n'ai pas parlé parce que, vous comprenez, j'ai préparé cette semaine ce match, mais le prochain match, c'est à demain et après-demain. Pour le mercato, il y a des changements? Oui, absolument, absolument. J'ai besoin de changements. Il y a de nouveaux centres? Comment? Il y a de nouveaux joueurs? Yeah, bien sûr. J'ai besoin. Nous besoin. Yeah, il va venir. Votre message pour votre joueur? Hey, mais ça, c'est qu'il, comme il a vu, ne pas jamais stop. Travailler. À tous les moments, quelque chose de bon peut venir. Vous comprenez? Votre objectif avec l'OCK? Tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait que ce n'est pas facile. Mais ok, je crois que c'est possible. À tout à l'heure. Merci. إذن سمعتوا معنا المدرب ديال فريق أولمبيك خليبكا كيتكلم على أنه غير راضي بتاتا، غير راضي على النتيجة، رغم أن النتيجة انتهت بإصابتين مقابل إصابتين مثلها، لكنه غير راضي بتاتا على النتيجة. كان يطمع في الثلاث نقاط لأنه يعلم بأنه يحتل الصف الرابع عشر أو الخامس عشر، مرتبة غير مشرفة لفريق أولمبيك خليبكا. أكيد الدورات المقبلة يقول بأنها ستكون صعبة جدا. كذلك تحدثنا حول الميركاتو، هل هناك لاعبين جدد في فريق أولمبيك خليبكا؟ يتحدث المدرب على أنه يجب تعزيز صفوف فريق أولمبيك خليبكا، لديهم خصائص في الفريق على كل الأصعدة. إذن الأيام، كما قلت، الأيام القليلة القادمة ستبين خاصية أو خصاص فريق أولمبيك خليبكا. إذا لاعبين الآن في التوجه لحافلة الفريق، فريق أولمبيك خليبكا. إذا في انتظار إذن فريق أولمبيك خليبكا في هذه الأثناء يصعد إلى الحافلة، حافلة فريق التي ستتوجه إلى مدينة خليبكا. سنحاول كذلك سد إذن نزلنا أمام حافلة فريق أولمبيك خليبكا. أستاذ شي تصريح أستاذ؟ نعم شي تصريح أستاذ؟ نعم تعطينا شي تصريح أستاذ ديالي؟ أنا خويا السائق ديال الحافلة ما عندي ما الحمد لله، راه انت هو الخير. ايوا راه ما كنتيش، ما يوصلوش. الله يحفظك.
لا كيفاش بنت لك على النتيجه اليوم جوج جوج زعما واش شو ما رضيتوا على هذه النتيجه ولا كنتوا كطمحوا للكثير مثلا؟ انا بعيد حتى ما طماش ما تفرجش فيه برس الناس في القضيه تسالوا ارتاحيتي مزيان مزيان والله الا مزيان مزيان فينا الشتاء امين يا ربي امين يا ربي امين. اذا ما عرفناش كاين امتناع على اداء او اعطاء تصريحات القناه ما عرفتش. المهم لحد هذه الساعه هذه اللي كنتكلموا فيها الان حد الحدود هذه اللحظه هذه لان سجل دائما حافله الفريق فريق اولمبيك خليبقة في هذا الاثناء بعد التعادل الايجابي اصابتين لمثلهما فريق اولمبيك خليبقة سيشد الرحال. لاعبين اولمبيك خليبقة نتمنى ان ناخذ المزيد من التصريحات. اذا في هذا الاثناء فريق حافلة خليبقة هذا الاثناء حافلة فريق اولمبيك خليبقة تتجه صوب خليبقة بعد التعادل اصابتين لمثلهما. اذكر بان هذا التعادل لا يرضي الفريقين ولا يخدم مصلحة الفريقين خصوصا فريق اولمبيك خليبقة. سمعنا لي المدرب غير راضي بتاتا عن التعادل يضيف نقطة رصيد فريق اولمبيك خليبقة ليصبح الرصيد ست نقاط في المرتبة الخامسة عشر فيما فريق المغرب سيصبح رصيده 13 نقطة. الآن نتجه صوب فريق المغرب هذه هي حافلة المغرب التطواني دي حافلة فريق حافلة فريق المغرب التطواني بعد التعادل الايجابي اصابتين لمثلهما امام فريق اولمبيك خليبقة. يبدو ان عناصر فريق المغرب التطواني كذلك غير راضيه بتاتا على هذه النتيجه نتيجه التعادل كان بالامكان افضل مما كان لان الفريقين معا والمدربان معا لم يستسيغ هذا التعادل. كما قلت كل اللاعبين امتنعوا عن تصريحات الكل غير راضي على هذه النتيجه نتيجه التعادل اصابتين لمثلهما
اكيد فريقان معا يعلمان بان هذه النتيجه لن تخدم مصلحه اي فريق، نقطه لا تكفي للفريقين معا، سواء الفريق المغرب التطواني او فريق اولمبيك خليفقة. فريق اولمبيك خليفقة وصل الى النقطه السادسه، فيما فريق المغرب التطواني وصل الى النقطه الثالثه عشر، دائما في الصفوف الاخيره مع امتياز انما لفريق المغرب التطواني. لأن الكل يمتنع عن إعطاء التصريحات، لست أدري لماذا. نصورهم، ولكن حنا كنقوموا بالواجب ديالنا. اكيد الجمهور المغربي سواء الجماهير التطوانيه او الجماهير الخليفقيه او الجماهير المغربيه الرياضيه بصفه عامه، فاكيد تنتظر الجديد خلال كل المقابلات، معرفه جديد اللاعبين، جديد النتائج، جديد انتقالات، جديد كل ما يتعلق بكره القدم الوطنيه. فاكيد حق المعلومه فهو حق مكفول دستوريا قانونيا. اكيد الجماهير المغربيه دائما تنتظر. اذا كتسمعوا معنا بانه سمعتوا معنا، انا ما بغيتش نحاول انني نركز على لحظه الغضب. مرحبا اخويا، عطينا شي تصريح اخويا العزيز، الله يرضي عليك، شكرا. اذا سمعتوا معنا، هذا لاعب ديال المغرب التطواني، انا رفض باش يعطينا التصريح. ما عرفتش شنو الاسباب، ما عرفتش شنو الاسباب، الله اعلم. المهم كنحترموا جميع الاراء. سمعتوا معنا بانه لك حتى المره اخرى، اذا من حقه ما بغيناش لكن نذكر بالنتيجه النهائيه لهذه المقابله، وهي اصابتين لمثلهما بين فريقين، فريق المغرب التطواني وفريق احد اللاعبين. السلام عليكم. سلام. انا نشد. مرحبا. تنهني اللعبه ديالي، قد قدموا مباراه كبيره وكانوا متقدمين 2-0. كاين واحد النقص في ديال التجربه، هذه هي الضريبات لما كتلعب بلاعبين شبان، وبرافو عليهم يعني، رفعوا لهم القبعه، لان هاد اللاعبين الشبان قاموا بمباراه كبيره تبارك الله، وربحنا لاعبين. عندنا فريق، خص الجمهور، هذا نداء للجمهور التطواني، دعموا هاد الوليدات هادو. ارجوكم ومن فضلكم وارجوكم يعني هذا الطلب، احنا نقاتل ونصارع يعني. انتم كتشوفوا الظروف ديالنا والغيابات والاصابات، هو نضاف لاعب اخر، تصاب لاعب مهم اللي هو هلال الفردوسي، زايد لاعب سعود، كانوا عندنا توقيفات، ولكن تبارك الله ما غاديش نتخباو في هذه المسائل هذه، لان هذه الوليدات
يعني لا قلنا شي حاجه نكونوا مجحفين في حق هذا الوليدات. هذا كنشوفوا اليوم سليمان الدريوش قام مباراه كبيره، كنشوفوا اللاعب كرمون يعني ما شاء الله عليه، واللاعبين كاملين. انا تنتكلم على هاد اللاعبين اللي اول ما مره، اللاعب امحيح اللي تيدخل اول مره الاجواء التبارك، يعني الحمد لله راضي على هاد الوليدات وراضي على اللاعبين الاخرين كالمرابط ككمال كجميع اللاعبين بدون استثناء كيحيى الفيلالي اللي قدموا مباراه كبيره. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان خصنا نفوزوا وكنا فايزين، يعني كانت صافي يعني تقريبا المباراه، ولكن خطانا لان هذوك الاخطاء كتجي من نقص وهذا غير نقص التجربه ديال الضريبه. هما كيتعلموا هاد الوليدات هادو وحنا نقاتل وكنجمعوا نقيطه مع مورا نقيطه، ونتمنوا من الله يعني نساليو هاد المرحله الذهاب في افضل حله. باقي لنا جوج مباريات غادي نديروا استرجاع واستشفاء ونوجدوا عاوتاني المباراه القادمه، ولكن انا راضي على هاد الوليدات هادو وراضي على الفريق ديالي وراضي على الاداء اللي قدموا. الحمد لله حتى الاهداف جات بعض الضربات الثابته في بعض الاوقات، ولكن الحمد لله الحمد لله. هما شنو اللي كينقص المغرب تيقولي كيلعب بطريقه جيده ولكن ما كيستطيعش يحافظ على النتيجه؟ شنو اللي راه هو شي راه قلت لك انا هذا السؤال وجيه، ماشي ما تيقدرش يحافظ على النتيجه، هو كاين نقص ديال التجربه والتخوف والضغط وهذا. كنا بغينا هذا الفوز باش ياخذوا ديك الثقه في النفس هذ الوليدات هذو، خصوصا الدراري الصغار ياخذوا. ولكن الحمد لله يعني حتى النتيجه هي جيده في خضم هذا الاداء اللي قدموه اللاعبين، اداء كبير وبرافو عليهم، برافو برافو على هذ الوليدات. اللاعبين الشباب ماشي راه انت على شي بعض المرات مكران اخوك لا بطل. وهادو الوليدات برافو عليهم، هادو وليداتنا وليدات المغرب التطواني. كما قدمت في التجربه السابقه قدمت لاعبين المغرب التطواني، عاود دابا قدمنا لاعبين اخرين وغنبقاو مازال باقي جايين واحد اللاعبين هما جايين في الطريق، باقي هما في فئه الامل ولاعب مهاجم. يعني تبارك الله انا كنامن بهم وكنامن باللاعبين الاخرين اللي معاهم اللي عندهم تجربه وعندهم نقص تجربه. هذا هو الضريبه اللي غنخلصوا، ولكن الحمد لله سنقاتل وصافي. هذا هو التطواني غادي يعتمد على المدرسه ولا غادي يكونوا انتدابات في هذا الميركاتو؟ لا اخفيكم سر هذا السؤال، انا ما قدرتش اجاوب عليه. انا ما اشتغلناش على الانتدابات ولا اي شيء، انا خدامين مع هاد الوليدات هادو، ما عندي علم على هاد المسائل كلها باش نكون معكم واقعي. في ظل الظروف اللي حنا عايشين فيها، حنا دخلنا على الفريق غادي نموتوا غادي نتقاتلوا، لان حنا رافعين رايه التحدي، خصنا نقاتل. حنا اللي بغينا هو الدعم ديال الجمهور ديالنا، بغيتهم يدعموا هاد الوليدات. هذا هو النداء ديالي. راك شتيهم كيقاموا مباراه كبيره والحمد لله، انا ما كتبش الله في هاد المباراه الحمد لله والشكر. سنقاتل الوعد ديالنا اللي غنوعدوا المغرب التطواني، غنشتغلوا ليل نهار وغادي نقاتلوا وصافي. يعني ما عندناش شي، هذه كره القدم، سنقاتل ثم سنقاتل، وحنا متوكلين على الله وتايقين في هاد الوليدات كاملين اللي عندهم تجربه واللاعبين اللي باقيين صغار وراه عايشين في واحد الاجواء اخويه. وبرافو عليهم، وان شاء الله عاوتاني نوجدوا المباراه القادمه اللي تكون ضد فريق خصم اللي صعيب بزاف، فريق الفتح الرباطي كنعرفوا قوه كبيره عنده وداخل الميدان ديالو، ولكن غادي نرفعوا واحد رايه التحدي عاوتاني وغنمشيو كلنا. انا كنا قوه وكلنا همه، وهذه رساله للاعبين ديالنا، وغادي نوضوا وغادي نتقاتلوا ان شاء الله بحول الله. وبرافو اللاعبين، كنتمنى لك مسيره موفقه. شكرا 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 شكرا. اذا هذا كان تصريح ديال مدرب فريق المغرب التطواني اللي كنشكروا على التصريح هذا، والرجل كان صريح في التصريح ديالو، كان صادق في التصريح ديالو، كيتكلم على انه كيعتمد على الشباب، كيعتمد على المدرسه ديال فريق المغرب التطواني. سولناه على جديد المغرب التطواني، انتدابات ديال فريق المغرب التطواني، تكلم الرجل انه ما يقدرش يتكلم في هذه الامور لانها كتبقى امور اداريه محضه، كتبقى امور اداريه. تكلم فقط على الامور التقنيه اللي كتعلق به هو كمدرب. الرجل يتكلم على انه يعني مكلف بالامور التقنيه، يعتمد كثيرا على شباب المغرب التطواني، لديهم من الامكانيات على حسب دائما القول ديالو، لديهم من الامكانيات ما يمكنهم من المنافسه بشكل شرس هذا الموسم، ليس لا نقول على اللقب لكن على البقاء ضمن فريق فرق الصفوة. إذن سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، هناك بعض الأمور خارجة عن السيطرة
في هذه الأثناء دنا رئيس فريق أولمبيك خريبكا يغادر في هذه الأثناء المركب الرياضي العربي الزاولي حافلة فريق أولمبيك خريبكا لا زالت هنا بالملعب. لأن كما قلت لاعبين فريق أولمبيك خريبكا غير راضين بتاتا على النتيجة. أن النتيجة تبقيهم في الصف الخامس عشر. لاعبين كانوا يمنون النفس بالوصول إلى النقطة الثامنة للابتعاد شيئا ما، لا أقول مؤخرة الترتيب ولكن فقط عن المركز الأول مؤدي إلى الهبوط إلى القسم الوطني الثاني. فريق اتحاد طنجة يحتل الصف الأخير بنقطتين فقط من أصل 13 مقابلة. لأن فريق أولمبيك خريبكا لاعبين فريق أولمبيك خريبكا وإدارة أولمبيك خريبكا كانت تمني النفس بالفوز خلال هذه المقابلة، رغم أن المقابلة تلعب خارج الديار مدينة الدار البيضاء، سواء فريق المغرب التطواني أو فريق أولمبيك خريبكا. لكن الظروف جاءت عكس ذلك. إذا نذكر مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تي في على أن النتيجة النهائية لمقابلة المغرب التطواني أمام أولمبيك خريبكا انتهت متعادلة بهدفين في كل شبكة. حاولنا أننا نستقيوا العديد من التصريحات والآراء، لكن تمكننا فقط من أخذ تصريح مدرب فريق أولمبيك خريبكا وكذلك مدرب فريق المغرب التطواني. اللاعبين لأن حافلة فريق المغرب التطواني في هذا الأثناء تغادر إلى خارج الملعب باتجاه إلى مدينة تطوان مرفوقة بالعناصر الأمنية. نتيجة المقابلة تظهر على ملامح لاعبي الفريقين معا.
الكل غير راضي بهذه النتيجه، نتيجه التعادل، تمكن كل فريق من الحصول على نقطه واحده فقط لتبقى الامور على حالها. للفريقين فريق المغرب التطواني في الصف الثالث عشر وفريق اولمبيك خوليبكا في الصف الخامس عشر، إذن لا شيء لا جديد يذكر. إن الحافلة تغادر مدخل الملعب، ملعب العربي الزاولي. حافلة المغرب التطواني تغادر في هذه الأثناء مرفوقة بالعناصر الأمنية. لأن في انتظار خروج كذلك حافلة فريق أولمبيك خوليبكا. حافلة فريق أولمبيك خوليبكا بدورها ستغادر أرضية ملعب مركب العربي الزاولي في هذه الأثناء. بقى الحافلة ديال الأخير عودة إلى حافلة فريق أولمبيك خوليبكا. في هذه الأثناء صعود عناصر الفريق أولمبيك خوليبكا إلى الحافلة لاتجاه صوب مدينة خوليبكا. إذن في هذه الأثناء حافلة فريق أولمبيك خوليبكا تغادر أرضية ملعب المركب الرياضي العربي الزاولي بعد نتيجة التعادل أمام المغرب التطواني بإصابتين لمثلهما.
لان في هذا الاثناء خروج حافله فريق اولمبيك خليبقى. ما ديش رجع مارشاريان. خرج لهيه هنا العناصر الأمنية كذلك المرافقة لحافلة فريق أولمبيك خليبقى كما هو الشأن بالنسبة لفريق المغرب التطواني. إذا تحية لرجال الأمن على إنجاح هذه المقابلة. تحية لكل عناصر المديرية العامة للأمن الوطني دائما في الموعد في كل اللقاءات. إذن هذه هي الأجواء مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تي في، هذه الأجواء المصاحبة المرافقة للقاء الدورة 13 من الدوري الاحترافي المغربي بين فريق المغرب التطواني وفريق أولمبيك خليبقى. نتمنى أن نكون قد نقلنا لكم شيئا ما الصورة ومعطيات حول هذه المقابلة. اكتفينا كنا نتمنى أن نأخذ العديد من التصريحات، لكن أكيد هناك تعليمات طرف الإدارة يكون تصريح فقط من المدرب. لهذا أخذنا تصريح المدربين مع المدرب فريق أولمبيك خليبقى الذي تحدث على عدم رضا على النتيجة المحصلة. فريق المغرب التطواني كذلك المدرب تحدث على أن نقص الخبرة لدى لاعبين المغرب التطواني بعد أن كان متقدما بإصابتين لصفر في آخر أنفاس المقابلة. يستطيع فريق أولمبيك خليبقى من تدارك النتيجة والعودة بإصابتين لمثلهما، لأن كما قلت لاعبي الفريقين معا لم يستفيدا من هذه الدورة 13. إذا بدورنا سننهي هذا البث المباشر على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر وفي مباريات مقبلة بحول الله. نضرب لكم موعدا في الدورة 14 من الدوري الاحترافي المغربي موسم 2022-2023. إذا إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي طاقم شوف تي في، يحييكم إلى اللقاء.